بك، مرحبا بك لالا ماريا، مرحبا بقناة شوف تيفي، تبارك الله عليكم وقبلوا علينا. هو انا عندي واحد الراي يقدر يكون مخالف لهادشي اللي كيروج دابا على حساب الدعم، هو الدعم الثقافي تاع وزارة الثقافة الفن بصفة عامة. معروف كيدار سنويا، كيستافدوا بعض الفرق، كيكون دفتر ديال التحملات، كدوز المسائل اش غنقول لك، كيكونوا ملفات كيتحطوا ديال الفرق المسرحيه كيدعموا. انا شخصيا الفرقه ديالي عمرني ما دفعت انا شي دعم، عمرني ما خديت شي دعم وزاري، ما كندفعش، ماشي مرفوض ولا شي حاجه، غير كنت كنعتمد على امكانياتي الخاصه، على مع مولف. انا مولف اصلا ديك الخدمه ديال المسرح الحي اللي كانت بكري، ماشي غير ديال المسرح الحي، ديال المسرح الشعب، مسرح الناس، سيد الحاج الجام، الفرق كامل اللي كانوا، عزيز سعد الله والاستاذه خديجه اسد بهذا المنبر هذا، كان الله يشافي عزيز سعد الله، نتمنى له الشفاء العاجل، سي مصطفى الحاج داسوكين والحاج مصطفى الزعري، الحبشي ميلود. حنا كنا مولفين واحد الطبيعه اننا كنا كنخدموا، كنديروا جولات، كنصوبوا الديكور على حسابنا، كنقلبوا على، كنا كنروجوا المسرح بيدينا. دابا تغيرت المساله، ولا داك الدعم ديال الوزاره وهذا، ما عمرني ما دفعت شي دعم، ولكن كانوا الفرق كيدفعوا، كل عام كيكون دعم ديال المسرح ودعم ديال الموسيقى. انا ما عارفش، ما يمكنش لي ندخل في واحد المجال ماشي ديالي، رغم اننا حنا كنا فنانه، ولكن هما شوفهم كيفاش الصيغه كيفاش كيشتغلوا الموسيقيين. هاد العام اللي ما بغاش يتفهم ليا هو هذا دعم استثنائي. راه ملي كنقولوا دعم استثنائي حاله خاصه، لان كاين جائحه كورونا، كنقولوا وزاره غادي تدعم واحد المجال، اي وزاره، داخليه، الصحه، المهم ملي كنقولوا دعم استثنائي ما كيخضعش للشروط ديال الدعم العادي، من ناحيه دفتر التحملات وداك الشيء، هذه مفروغ منها في العالم كله، رغم ان صبرنا وعطاونا واحد الملف اللي هو تعجيزي، اننا في الدعم الاستثنائي قال لك غادي نعطيكم دعم استثنائي، عطاونا اننا انا غادي نصوبوا ملف هو جينا نشوفوه لقيناه ملف تعجيزي صعيب. الفرق كاملين شي 700 فرقه، قال لك انا اللي سمعت، قال لك شي 700 فرقه في المغرب اللي دفعت هذاك الدعم، جمعات منهم عبدو ربي جواد السيح بالفرقه ديالي اللي هي القافله، بواحد المسرحيه دفعت بها، ومعايا ممثلين اللي ممثلين مقتدرين اللي هما ابراهيم خاي، الاستاذ ابراهيم خاي، عبد الصمد الغرفي، سي جان بن شقرون ديال مراكش، نجدة ازناك ديال مراكش، معايا رشيد بن شكاره، معايا مع ممثلين زعما ممثلين في المستوى، ماشي هو اللي عطاو. والمسرحيه اللي دفعت انا لعبناها، حنا ديجا لعبناها ومسجله، حيت مطلبوا لينا خص المسرحيه تكون مسجله في فيديو، ولا بليبار ديال الفرق راه ما مسجلينش المسرحيات في الفيديوهات. علاش غيسجلها هو ما غاديش يبيعها للتلفزيون؟ حيت بكري كنا كنبيعوا المسرحيه الاذاعه ديالنا اللي هي التلفزه المغربيه، كنا كنبيعوا لها العروض المسرحيه، كان كلشي كتجي التلفزه هي اللي كتصور وكدير لك لا بيبليسيتي في التلفزه وكنعطيوها العرض. هنا لا دا علاش غادي في الفرق غادي يكونوا عندهم مسرحيه مسجله؟ قليل. ورغم ذلك الناس طاحوا ونزلوا باش يوفروا ذاك الدوسي اللي عطاتهم اللي شرطت عليهم الوزاره، ان مسرحيه مسجله وتكون لقطت في اليوتيوب، هادشي كامل دار. الدوسي اللي صوبنا كتخسر عليه زباله ديال الفلوس بس تصوب، ودوسي بروفيسيونيل، انا كنقولها من هذا المنبر هذا ديالكم، دوسي بروفيسيونيل اللي دفعت الوزاره، دفعته في الايميل عنده في هذا، وعندي دوسي اللي هو ورقي، دوسي بحال هذاك اللي هو ورقي بالمسرحيه مسجله بكل شيء، لا بالعناصر ديالها، والفرقه كامله اللي تنقول لك عندهم بطاقه الفنان، ما عندي حتى شي واحد ما عندوش بطاقه فنان، ودفعت. كنتفاجئ بان جواد السيح ما خداش الدعم بالفرقه ديالو، هزيت واحد الدوسي ديت وانا حطيته ليهم عاوتاني، قلت لهم شوفوا ها هو،
هو دوسي هذا علاش ترفض؟ خصني نعرفها على شي، على اشنا هما المعايير اللي خدات هذه اللجنه او الوزاره. انا ماشي شغلي، انا تنهضر على وزاره الثقافه، يكون الوزير ولا يكون معين شي واحد ولا تكون شي لجنه. انا كنقول اشنا هما المعايير اللي حكمت بها هذه اللجنه حتى ما تخداش مثلا العرض ديالي. انا ما غاديش نهضر على الفرق الاخرين جداد ولا ما جداد ولا انا عندي تجربه عليهم ولا انا فهمتيني، انا ما كندخل في هذه المساله وما غادي نحسد حتى شي واحد شحال خدا 10 مليون ولا 18 مليون. هذا ما فهمتيني، ما كان وزيد واحد القضيه هذا الشيء ديال هذا خدا 18 مليون وفرقه خدات 10 مليون و500 الف فرنك، هذاك كيتسمى الضحك على الدقون. هذاك راه ماشي دعم، راه ماشي دعم، راه الوزاره راه شراتها لينا بهذه العباره، شراتها لينا مع المجتمع المغربي، مع المجتمع المغربي شراتها لنا، المجتمع المدني شراتها لنا معاه. ولاو دابا المغاربه كاملين داروا فيديوهات كيقولوا الفنانه كلاو فلوس المغرب، خداو الدعم علاش ما ياخذوش الشرائح الاخرين؟ علاش ما اش من دعم؟ مليار 400 مليون باش تقسم على الفنانه بما فيهم الموسيقيين والتشكيليين وذوي الفرجه، اصحاب الفرجه اللي كيخلقوا الفرجه ديال الحلاقي وهذا وداك الشيء والرسامه وداك الشيء. مليار 400 مليون، 400 مليار 400 مليون اختي ماريا، راه يضحك علينا شي واحد الا كان كيسمع في شي دوله الفنانه كاملين تاع المغرب كيسوا 400 مليار 400 مليون، راه يضحك علينا. الفنانه ما عاقوش بهذه القضيه هذه، ناضوا كيتلاغطوا، هذا خدا 18 هذا خدا 16، بصح تويا خد 18 ياخد 16. ماشي هذا هو، ماشي هذا هو بيت القصيد، ماشي هذا هو بيت القصيد. بيت القصيد هو حنا كنسواو عند وزاره الثقافه او الدوله، انا ماشي شغلي، انا تنقول بحالكم كنسواو عندهم، كنسواو عندهم لا شيء الفنانه، باش الفنانه كاملين تعطاهم مليار 400 مليون وتقول لي وسيتيهم في هذه الجائحه. انا نفصلها لك، 10 مليون و500 الف فرنك تعطات لاربعه العروض، صافي دير العرض كيتقام عطاهم اربعه العروض، غادي تقسمها على ديك 10 مليون و500 الف فرنك، هي 2 مليون و500 الف فرنك للعرض. وهذوك اربعه العروض واخا قال لك دعم استثناء غتلعبهم، وما غادي يقول لك فين تمشي تلعب. إذا قال لك سير غير الأسفي، سير تلعب في أسفي، خاصك كاميو تاع الديكور، ترونسبور ديال الفنانة، والمبيت، وتخلص الممثلين. واللي عنده 9 ممثلين، اللي عنده 7، أنا عندي 5، الشرقي عنده 7 ديال الممثلين، 7 توريجات، وكيتخلصوا بثمن مزيان. إذا درتي الممثلين غير 2000 درهم ولا 1500 درهم، يلاه قسمي لي أنت هذيك 2 مليون و500 ألف فرنك. شحال غيشيط لهاد الرئيس ديال الفرقه اللي دافع البروجي؟ انا كون عطاوني مثلا هاد الثانيه اربعه العروض، عطاوني ديك 10 مليون ديالهم و500 فرنك، اش غندير بها؟ هذيك 10 العروض و500 فرنك كيفاش غتوزعها عليهم؟ جيت نحسبها لقيتها يلاه غادي ياخذ الممثلين، قال لك عطيو، كانوا قالوا لنا في الوزاره في الاول يعطوك 50% وانت خصك تعطي 50% للفنانه ديالك، الممثلين ديالك. الممثلين الا عندك 5 ديال الممثلين ودير لهم انت ودير لهم 1000 و2000 درهم لواحد، غتعطيهم 50%. اشنو هي 50% اللي غتعطي الممثلين ديال اربعه العروض؟ هي 4000 درهم لواحد. 4000 درهم لواحد، مي غادي تعيط على الاستاذ ابراهيم خاي وتقول لي هاك راه جاتك 4000 درهم في هذه الجائحه ديال الكورونا، وهو راه تشواه مع 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 الشعب المغربي بان راه ابراهيم خاي راه خربها، راه خدا الدعم ديال وزاره الثقافه. شتي هنا فين كنقول لك شتي فين كاينه اللعبه؟ 4000 درهم غتجي، 4000 درهم اللي غادي تجي، وكيتسالوا غيلعب العروض. ملي غتسالي كورونا خصو يلعب العروض او يلعبهم دابا ولا ما عرفتش غيقولوا. هادشي كامل انا ما هضرتش عليه، انا ما غرديتش انا في ديك 10 مليون ولا شي حاجه ولا 4 العروض. رد الاعتبار، رد الاعتبار، علاش مثلا فرقه القافله اللي ديال الموديل ديالها هو عبد ربي جواد السيح، علاش ما خداتش؟ علاش ما خداتش؟ وماشي غير انا، كاينين بحال انا عيطت لي زهيره صديق، فنانه قديمه وقيدوا مثل المسرح حتى هي، وخدمت مع 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 المرحومين عبد الجبار الوزير وبالقص الله يرحمهم مع الوفاء. تجي انت ما تعطيهاش، تقول لا ما تعطيهاش، علاش بنيتي؟ علاش انت ما قبلتيش لهذا الدوسي؟ علاش بنيتي؟ اذا شرحوا لنا، صيفطوا لنا مراسله، قول هذا الدوسي هذا راه مقصي، علاش ما فيهش هذه الشروط وما فيهش هذه الشروط؟ ما كاينش مع ندوي
هذا هو الدعم اللي ناط عليه الدرجه وكيغوتوا عندنا المغاربه. منين عاطي المليار 400 مليون ومخلي الفنانه كيضربوا دابا كيطحنوا بعضياتهم، الموسيقيين كيطحنوا بعضياتهم، علاش هذيك ياخذ 18 هذه ياخذ 16، علاش انا ما خديتش هذاك بوحدو، علاش هذاك الدري الصغير ولا المغني خدا 8، علاش هذوك الاخرين خداو 5 العروض الاخرين خداو 10، علاش الاخرين خداو 15 مليون هذوك عطاهم 10، خلاو كيطحنوا بعضياتهم. واش هذا دعم؟ راك قلت لك انا شحال غادي يشاط ليا وشحال غادي نعطي الممثلين، على هذاك دعم اختي، ماشي دعم، الضحك على الذقون. تنقولها لهم الفنانه عيقوا بالنقابات الكاملين اللي عندنا، ما فهمتش انا هادشي، مليار 400 مليون اشني، ما فهمتش، مليار 400 مليون باش تقيس بها انتيا الفنانه كاملين. اسمع ايه، انا سمعت السي عبد القادر البدوي قيدوهم المسرح المغربي الرواد ديالنا، سمعتهم واش كاين كيقولوا، راه مطلقين فيديوهات حشومه كاع، حشومه. شكون اللي كيسير هادشي؟ ما فهمتش. ودابا النقابه اللي خصها تهضر على هادشي سكتات، حيت هما استافدوا. دابا النقابه كاع العناصر اللي كاينين في النقابات كاملين اتحداهم شي واحد فيهم ما خداش، النقابات كاملين كلهم خداو هذا ما يسمى، حيت انا باقا ما كنسميش دعم، هاد خداو هاد ما يسمى بالدعم. كاين اللي خدا 5 العروض ب 15 مليون، وكاين اللي خدا 4 العروض ب 10 مليون و 500 الف فرنك. كلشي ساكت، كلشي صفقوا للوزاره، كلشي صفقوا لها. الا كنتو قبلتوا على هذا، الا قبلتوا على هذا الدعم هذا، ما اش نقول لكم، لا اله الا الله. انا داكشي علاش انايا اضطريت انني كنفكر انني نصوب قناه ديالي، نخدم على راسي. قناه سميتها مستر موتشو، ان ار موتشو. درت جوج، دابا درت جوج فيديوهات، فيديو تاع السيمانه هادو وفيديو تاع البارح. والفيديو اللي تاع البارح الا مشيتي لي غادي تشوفي انني كنستعد كنصوب الملف ديال الدعم باش نمشي للوزاره. 1000 ابوني وما خديتش انا الدعم. علاش ما خديتش الدعم؟ ما وصلتش، ما مشيتش للوزاره، لان دابا تشوفي الفيديو، خلي مفاجاه، تشوفوا الفيديو، دخل ودير جيم ودير هذا ودير لايك وداكشي. كنقول للمغاربه الاعزاز اللي عزازين عليا، وانا عارف عزيز عليهم، دخلوا عندي القناه. ما باغيش الدعم ديال الوزاره، اذا كانوا غيضحكوا عليا ويعطوني هذاك الدعم ما بغيتوش. الا كان نوع من الحلو رفض هذاك المبلغ كامل بوحدو، انا رافض هادشي. ما يمكنش لي نجيب استاذ ابراهيم خاي ونعطيه من شهر واحد ومريح من الخدمه، ونجي نقول لي هكا راه عطاتك الوزاره 4000 درهم والعالم كله ساق لينا الخبر. وخاي ابراهيم غادي يولي عيط عليه مول الحانوت، وغيعيط عليه الجزار، وغيعيط عليه مول الكرا، وغادي يقول لي راه خديتي الدعم، راه خربتيها، وراه واخد 4000 درهم هذه لا خديناها. ما خديناهاش. إذا كانت بحق أنا ما عندي ما ندير بهذه الوزارة، أنا نعتمد على راسي، يعني نعتمد على راسي، راه خدام، راه ولادي كبروا الحمد لله بخير. الشعب المغربي كيعرفني كامل، سيدنا معترف بيا وأنا معترف به بأنه ملكي، وكنبغيه، وصيفتني للحاج وعزيز عليه وداك الشيء. الله يجعل البركة. ويلي الله يشافيه من هذا المنبر هذا، يا ربي الله يشافيه. أختي ماريا، إحنا جرينا بالمسرح، جروبي اساتذه ديالنا اللي هما السي عبد القادر البدوي والحاج والناس، شحال من واحد مات، الرواد جروب هذا المسرح، حتى وصلنا حتى حنايا وجينا حنا موراهم ولقينا معاناه، ومشينا كنا كنلعبوا في الصحراء للعسكر، الجنود ديالنا اللي المرابطين في الحدود، وكنمشيو حتى عندهم حتى تما وكندير لهم مسرحيات، وكنلاقيو الرموكات ونطلعوا فوق الرموكات ونلعبوا المسرح وكنسمعوا في وسط العسكر. وتجي دابا انت تحبسني انت من الدعم، ما تعطيش للدعم، هادشي كيضر في الخاطر. والفنانه ما عرفتش علاش تصيدوا اللي عجبهم الدعم هذا، ما عرفتش، والله ما عرفت. رغم انهم كيستافدوا هما من الدعم، ديما كيستافدوا من الدعم. انا ما شغليش يكونوا موظفين تاع الوزاره وخداو الدعم، هذاك شغلهم، هذاك شغلهم، ها كيتسموا فنانه واخا يكون خدام في الطوبيس، مهم فنان معايا كيمثل معايا من حقه ياخذ دعم. انا ماشي ضدهم، بالعكس، رغم اننا حنا فنانه، لا لا لا، حنا هما اللي محترفين 100%. علاش؟ لان حنا نحترفوا هذه المهنه هي من كنا كنا نطرب الخبز، ما عندناش شي خلصه اخرى، فهمتيني؟ رغم ان الاخرين عندهم ميسر لهم سيدي ربي على حسب قرايتهم، الله يعاونهم، قراو
وداروا المعهد العالي وخدامين مع الثقافة وداك الشيء ودايرين فرق مسرحية الله يعاونهم. ولكن حتى هما خصهم يدافعوا على هاد الممثلين اللي راه كاين. شكون يسول؟ شكون يسول على عبد الرحمن برادي؟ شكون سول عليه؟ اللي كان كيلعب مع عبد الرؤوف الله يشافيه والقدميري واللي كان كيلعب. شكون سول عليه واش خدام ولا ما خدامش دابا؟ شكون؟ ماشي عا هو وعداد. ولكن خاص هاد انا كنسمي هاد الناس النقابه اللي عندنا النقابات كاملين اللي كاينين في المغرب واخا هما استافدوا يفكروا في هاد الفنانه اللي ما استافدوش وما يقبلوش على هاد الثمن الرخيص اللي عطاوهم اللي عطاتهم الوزاره. ما كنسواوش حنا داكشي، حنا اكثر من داكشي كنسواو. حنا الرساله تاع المرحوم الملك المغفور له الحسن الثاني راه باينه الرساله له، وشحال عطى شحال كيستحقوا الفنانه. اش غنقول لك اختي ماريا؟ لا ديما غيكونوا معايا ممثلين، غير هي قناه درتها انا وانا واحد الفنان وصديق هو يا واخ اللي هو رشيد بن شكاره، انا ويا اللي دايرين هاد القناه هادي. غادي 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 نخدم معايا فيها ان شاء الله ملي تيسر مزيان، نخدم معايا الممثلين اللي كيعجبوني وكنعتمد عليهم. باغي نطرق بزاف ديال المواضيع في هذه القناه، بغيت نكون فيها مزيان. كنقول باغي نكون حيت هذا عالم جديد ديال هذا الشيء تاع اليوتيوب، وانا راجل شويه فايت هذا الزمان هذا، فهمتي؟ ولكن غنحاول كنحاول نتعلم. انا رجل المسرح ورجل ديال التلفزيون ورجل ديال السينما، ولكن هذا الشيء انا غادي نحاول ان شاء الله. المهم كنقول للجمهور قبلوا عليا حتى نكون مزيان في هذا المجال. انا ما باغيش ندير اي حاجه باش ندير البوز، اي حاجه لا ما تقبلوهاش مني. غنجتهد وغندير اعمال مزيانه وغادي نحاول وغادي نكون ان شاء الله. ولكن بغيت بالدعم ديالكم نتوما، بالدعم ديال الناس، دخلوا وتابوناو وديروا لي جيم وهذا ولي كومونتير، دير لي جيم وقول لي الغلط اللي درت، لان هذا الشيء جديد عليا وانا كنحاول نكون فيه مزيان. في التلفزيون من الدنيا دواره ولوزين ديال هادي دابا عامين، دابا اشتغلت في واحد المسلسل جديد مع شركه جود نيوكوم مع المخرجه المقتدره جميله بورجي، والتاليف ديال كتابه السيناريو ديال احمد الصحفي والاعلامي احمد بوعروه المنتج. مسلسل زوين فيه اربعه ديال الحلقات، سالف العذراء، فيه مجموعه ديال الفنانه اللي تبارك الله وصلعن بي، هدى صدقي، مجاهد، مجموعه من الفنانه. انا راه تسناوني راه واحد اربع سنين اخرى الزهايمر. لا بصح اختي راه كيوقع لي بزاف هاد الشيء هذا. القطيب فهمتيني انا اللي نسيتو، القطيب وخالد العسري، امل تمار، واحد المجموعه، سناء ورشيد البيضاوي، المهم واحد المجموعه ديال الفنانه اللي عمل زوين، عمل تراثي مغربي كيهضر على التشيخت، على القيمه ديال الشيخه اللي كانت بكري، اللي كانت عفيفه ونظامه وزجاله، فهمتيني؟ حيت الشيخه بكري راه ما كانتش كتشطاح وداك الشيء وهذا، لا كتقول الاغنيه كلام موزون وهذا، وكانت مع المقاومه، كانت بزاف د الحوايج. اما خربوشة وكاينين عدد منهم، هذا هو اللي عطينا فهمتيني، عطينا حقها في هذا العمل وعجبني. كمل العمل دابا راه كيدار في المونتاج وان شاء الله قريب. موسى هو اللي كنت لعبت انا الديب، وكان موسى هو عاجل في المستضعفون، كان عامل زوين مسلسل. مسلسل بالشركه ديال الحاج فلان. عمل كان زوين، داز في حقيقه عمل في المستوى اللي كان داز في 2000 وقيلا 2006 ولا 2004 ولا ما من اجمل المسلسلات اللي خدمت فيه، اللي كان فيه رشيد الوالي، بين حنا الابراهيمي وسيب ابراهيم الله يرحمه ودريس حدادي الله يرحمه، شحال من واحد الله يرحمه، شحال من واحد اللي باقي اللي يطول لي عمره وداك الشيء. كل واحد كيقلب على كيفاش ياكل طرف الخبز، فهمتيني شنو نقول لك؟ دابا كل واحد كيقلب على كيفاش، كاين اللي كيقلب عليه بالرداءة، كاين اللي كيقلب عليه بالكفاءة، كاين اللي كيقلب عليه بهنا، شغل كل واحد وشغلو هذاك. دابا ما تقدرش تحكم على شي واحد، فهمتني؟ علاش ما تقدرش نهضر في هذا الموضوع؟ انت اللي كتمشي عنده، انت اللي كتكليكي وكتفرج، اذا انت اللي باغيه.
ماشي فرض تفرض عليك، مازال كنت تفرض عليك مثلا بحال التلفازه، في التلفازه في التلفازه ديالنا في التلفزيون انت اللي كتختار. في التلفازه كتقدر انك تقول لا هذا العمل ما عجبنيش ما يديروش لينا هذا الشيء، لان من حقك وانت كتخلص حتى في التلفازه كيديروا الاقتطاع في الموضوع على حساب التلفازة. اما اليوتيوب انت اللي غادي عنده، انت قلب على داك الشيء اللي كتبغي. ما بغيتيش الروتين اليومي خذ الروتين الاسبوعي. جي عند زواد الساحره كيدير الروتين الاسبوعي من سكتش من اسبوع لاسبوع. الله يبارك فيك لاله ماريا، وتحيه كبيره للجمهور المغربي، وسمحوا لنا بزاف على هذه الضجه اللي ناضت على، انا كنقول للمجتمع المجتمع المغربي كنقول لهم سمحوا لنا بزاف على الضجه اللي ناضت على 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 هذا الدعم. راه باقي راه ما خدا والو، راه غا داك الشيء غا باقي في الوراق، راه باقي حتى واحد ما خدا شي حاجه. سمحوا لنا على هذه الغوته ديال مليار 400 مليون، والله يجيب شي جوج مرفحين ولا عاشي مرفح واحد يعطيني عاشي مليار ونتهلانا في الممثلين. تبارك الله عليكم.